Bismillahirrahmanirrahim. اليوم مع صحيح سلسلة تمارين الموجات الميكانيكية المتوالية من مقرر الفيزياء السنة الثانية بكالوريا، وصلنا للتمرين 6 بالسلسلة. الملخص كتقول: نضع باعثا E للموجات فوق السطحية على مسافة D كتساوي 1 متر من مستقبل آن. المسافة D كتساوي 1 متر من المستقبل. يحدث الباعث E موجات فوق السطحية على شكل دفعات. يمثل الشكل جانبه ما نشاهده على شاشة رسم التذبذب. تتم معاينة التوتر عند مربطي E على المدخل Y1، يعني التوتر ديال الباعث كنستقبلوه في مدخل Y1، والتوتر بين مربطي R يعني المستقبل على المدخل Y2. أولا، ما سرعة الكسح التي تم اختيارها؟ نرجع عن كشف التذبذب. كروبي إذا كشف التذبذب هو واحد الجهاز اللي عنده جوج ديال المداخل وكنستافدو منه لمعاينة التوترات. إذا الشاشة ديال كشف التذبذب كتكون عندنا فيها جوج المحاور وكتكون مدرجة، فيها تدريجات رأسية هما هادو، وعندنا تدريجات أفقية هما هادو. وهذا المحاور ديالنا هما هادو، نقدروا نديرهم هنا بلو مغاير، هما هادو، هادو هما المحاور ديالنا. إذا كل تدريج، هاد التدريجات هادو كيبدلوا السلم ديال شاشة كشف التذبذب. عندنا واحد الأزرار كيعطيونا الحساسية الأفقية والحساسية الرأسية. إذا الحساسية الأفقية، وعندنا أيضا الحساسية الرأسية. بالنسبة للحساسية الأفقية كتسمى أيضا سرعة الكسح، هذه الحساسية الأفقية كتسمى أيضا سرعة الكسح. إذا هذه الحساسية الأفقية إيش كتمثل؟ بحال السلم، فاش كناخدو حنا المعلم وكندرجوه، كنقول مثلا جوج، ربعة، ستة، ولا غنمشيو بربعة، ثمانية، 12. إذا هنا الحساسية الأفقية كتقول لي كل تدريجة ديفيزيون، كل ديفيزيون أفقية شحال كيوفقها ديال الزمن. مثلا فاش كنكتب جوج ملي سكوند، كيعني بان كل تدريجه افقيه من ما بين هذه وهذه، كيعني بان اذا انتقل الملحق بهذه التدريجه كيعني بان راه جوج ملي سكون. يعني الوقت اللي كي ما بين تدريجه وتدريجه كيعطيها السلم، يعني كل تدريجه شحال فيها ديال الزمن افقيه. بالنسبه للحساسيه الراسيه كتقول لي كل تدريجه، كل تدريجه شحال كيوافقها من فولت. مثلا اذا كتبت 5 فولت، اذا ضربت الحساسيه الراسيه على القيمه 5 فولت، هذا كيعني بان كل تدريجه مثلا كان الملحق على هذا الشكل. إذا خديت هاد جوج النقط هادو، واحد جوج ثلاثة أربعة، إذا بيناتهم أربعة تدريجات، إذا اعتبرنا هاد السلم هذا أربعة تدريجات أفقية، كيعني ما بين هاد النقطة هادي وهاد النقطة هادي، تسجلوا في 8 ديال الثواني الفرق بيناتهم باش تسجل، إذا هادي تسجلات مور هادي في 8 ديال الثواني. والآن إلا قلت لكم هكا، إذا هاد التوتر هذا اللي كنشوفوه هنا، كنشوف بين طلع ثلاثة تدريجات، وقلت إذا اعتبرنا هاد السلم اللي عندنا هنا، ماشي دائما كيكون 5 فولت، هنا غير كنعطي مثال، هذا كيعني بأن هاد التوتر هنا هو 15 فولت، يعني 3 في 5. إذا الحساسية الأفقية والحساسية الرأسية شنو هما كيبدلو؟ كيبدلو السلم، كيقولوا لي كل تدريجة أفقية شحال فيها ديال الزمن، وكل تدريجة رأسية شحال فيها ديال الفولت. إذا هنا مشينا لعند الشكل اللي عندكم تما، كتلقاو بأن داك الصورة اللي عاطينكم ديال شاشة كشف التذبذب، عاطينكم تما الموجات اللي مسجلة مدخل بالنسبة لعند الباعث، وعطيكم هنا الموجات اللي تسجلات بالنسبة للمستقبل هنا عطيكم ما واحد التدريجات ما بين جوج تدريجات، لا في هاد التدريجة هادي عطيكم 0.5 ملي سكون. إذا قلنا هادي اش كتمثل؟ كيقول كل تدريجة هكا أفقية كتساوي 0.5 ملي سكون. إذا هادي هي اللي كتسمى الكسح أو الحساسية الأفقية. إذا من خلال، أولا من خلال الشكل، نلاحظ أن كل تدريجة أفقية توافق مدة 0.5 ملي سكون. إذا سرعة الكسح التي تم اختيارها، إذا سرعة الكسح التي تم اختيارها خلال هذه التجربة
Lia, Sefatah Misal, Meli, Sugo, Fa, Di, Vizyon. Sual ثاني قال لك عالم الشكل المشاهد على راسي كترددو كذا علاش كنشوفوا هذا الشكل هذا علاش المنحنيات ما جاوش مستبقين قلنا علاش لان هذا الموجات اللي تسجلات عند الباعث ما كانتش في نفس ما وصلتش في نفس اللحظه عند المستقبل يعني كاين واحد الوقت واحد التاخر زمني ما بين لحظه انبعاث الموجه من الباعث والاستقبال ديالها من المستقبل اذا السؤال الثاني يفسر الشكل الملاحظ على شاشة رسم التردد بوجود قلنا شنو كاين تأخر زمني بين لحظة انبعاث الموجة من E ولحظة استقبالها من الطرف المستقبل A. ثالثا احسب سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في الهواء احسب سرعة انتشار الموجات فوق الصوتية في الهواء إذا باش نحسبوا السرعة ديال الموجة خصنا المسافة اللي قطعتها على المدة مستغرق إذا المسافة اللي قطعتها هنا شنو كنشوفوا؟ إذا الموجة فين كانت؟ مشات من الباعث للمستقبل، إذا شحال الوقت ما بين الباعث والمستقبل؟ شحال المسافة بيناتهم؟ هي 1 متر، شحال الوقت سرقات؟ كنجيو راسي نتردو، كنشوفوا اللحظة فوقتاش كانت هنا الموجة، فوقتاش سجلت على الباعث، وفوقتاش بدات كتسجل على المستقبل، كنحسبوا شحال من كارو بيناتهم، قصير راه خديتو ناخذ مثلا اللحظه فاش بدات كتسجل هنا مع اللحظه فاش بدات كتسجل هنا اذا كنشوفوا شحال من كارو بيناتهم كنحسبوا من الشكل لقاو تما عندنا 1 2 3 4 5 6 الى 6 ديال التدريجات كل تدريجه كان فيها 0.5 ملي سكوند اذا غنعرفوا الوقت اللي استغرقاتو الموجه باش تمشي من الباعث للمستقبل اذا نقدروا نحدوا سرعه انتشار ثلاثه حساب سرعه انتشار الموجات الفوق موجات فوق فوق صوتية إذا نعلم أن V تساوي D على دلتا T لأن المسافة بين الباعث E والمستقبل A هي D تساوي شحال 1 متر من خلال تسجيل نجد أن المدة المستغرقة بين لحظة انبعاث الموجة من E ولحظة استقبالها من طرف R هي دلتا تي كتساوي كتساوي قلنا شحال تدريجة عندنا 6 تدريجات في الحساسية اللي هي 0.5 إذا كتساوي 3 سكوند إذا V تساوي D شحال هي D هي 1 متر على مسافة مدة 3 ثواني إذا الطريقة هذه غادي تلقاو بأن هي 3.33 10 أس ناقص 2 3.33 10 أس ناقص 2 متر سكوند موانزا